السلام يا ابو الابن والروح القدس اله واحد امين. كيريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان كل يوم الدهر الدهور كلها امين. اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بكل شكر. يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي للغد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفة ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. هذا لازم من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان دهر دهور كلها أمين. رحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو إثمي، تغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي تطهرني، لأني عارف بإثمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني أنا ذا بلا أثام حبلى بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غامض حكمتك ومستورتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج عظام المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحي كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني فأعلم الأثم طرقك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاص يبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، ولكنك لا تشرب المحرقات، فالذبيحة لله روح منسحق، قلبا منكسر المتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسراتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ نصرب ذبائح البر قربان المحرقات، حينئذ ينقربون على مذبحك العجول. هللويا. شويس ناينان شويس ناينان صلاة تسبيحات النوم من هذا اليوم المبارك قدام المسيح ملكنا وإلهنا، أرجوه أن يغفر لنا جميع خطيئنا كثيرة أمين. من مدامير 30 معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركات رجمعنا أمين. نقول مزمور 141 مع بعض. بصوت إلى الرب صرخت، بصوت إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيق عند فناء روحي مني وأنت علمت سبلي. في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء، انصت إلى طلبتي فإنني قد تذللت جدا، نجني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك يا رب، إياي أنتظر الصدقون حتى تجازيني. هللويا. دوكساسيوس من فصل شريف من إشارات الإنجيل معلمنا ماري لوكا البشير التلميذ الطاهر بركات رجمعنا أمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم وحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح على الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما جاء في الناموس حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجد شعبك إسرائيل ومجد الله دائما أبدا أمين. تنوشتم ورستوس نميوتنا سوس نمدفن سواب جيك إي أكسوتي أمون نينان. هو ده أنا عتيد أناك في مام الدين العادل مرعوب نمرتع من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستقوي الدينونة.
لكن طوبى يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، بل انهضي من رقاد الكسل وتضرع المخلص بالتوبة قائلة: اللهم ارحمني وخلصني، دوك سابتري كايو كي أجيب نظماتي. لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الردية وشرك القبيح أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي وأنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد المتهاونة؟ أيها المسيح، إلى أن الكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشى، ولنور شعلهوتك أجزع. أنا الشاكر متدنس الراكض على فراش المتهاون في حياتي، لكن يا تغسرة العشار كاران صدري قائلا: اللهم اغفر لي اني خاطي كينين كي كيستوس يونس تونيونون امين. ايه العذراء الطاهره اسب لي ظلك السرير معونه لعبدك، ابعدي امواج الافكار الضياعني، ونهيد نفس المريض للصلاه والسهر، لانها استغرقت في سبات عميق. فانك ام قادره رحيمه معينه، ولا تنبؤ الحياه ملك ولا يسوع المسيح رجائي. يا ريت كلنا نصلي كريليسون مع بعض من بيوتنا، انا هقول ربح وانت ترد عليا بالربع التاني. نسألك يا حمد الله اسمعنا وارحمنا، اغفر لأخطائنا كثير آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم، كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا، كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله، كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض من أتم مجد كرامتك، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدة ضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا، ليس صنعناها بإرادتنا ليس صنعناها بغير إرادتنا، لا تدفع عنها بمعرفة ولا تدفع عنها بغير معرفة، خفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس، ليس دعاء علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا. جعلنا مستحقين لكل بشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصلح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح ومحب البشر، وانعم علينا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر من كل ضرب من كل تجربة العدو. بالنعمة ورفضت محبة البشر الوقت لابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليق بك معه المجد والإكرام والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل ما يدهر دور كلها أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت في كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح لهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم مختلين ولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيي، الداعي لكل الخلاص أجمع بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا الأعمال بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نق نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء ووجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود. فإنك مبارك للأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين الكل بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. سلام ونعمة أحبائي أسرة البابا أثناسيوس، بنرحب بيكم مرة تانية
وإحنا أول مرة الحقيقة نستخدم زوم، والحقيقة أنا مش عارف هو شغال ولا مش شغال. خلوني، أنتوا كده أكيد شايفين المجموعة كلها، كل مجموعة الخدام. برحب بيكم وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة صيام العذراء، برغم من الظروف اللي احنا عايشين فيها واللوك داون وإلى آخره، لكنه بيجي صيام العذراء يفرحنا، وحضور العذراء في حياتنا يفرحنا شوية في الظروف اللي احنا عايشينها. زي ما انتم شايفين النهاردة معانا مجموعة من الخدام، بنستخدم الزوم لأول مرة، فسامحونا لو كانت التجربة مش ماشية كويس قوي، لكنه احنا بنحاول بقدر إمكاننا. بعد ما كنا معتمدين على اللايف ستريمينج من الكنيسة، جه اللوك داون ومش عارفين نتصرف، فبنحاول نجرب كذا حاجة، فقلنا المرة دي نجرب مجموعة الخدام يتجمعوا على الزوم، ونحاول ننقل من الزوم لايف على اليوتيوب لغاية ما نعرف نتمكن من الزوم. فلو حصل أي حاجة يعني استحملونا شوية، دينا برضو إيه بنحاول علشان نقدم لكم أفضل حاجة. النهاردة عندنا فقرات كتير، وبنعمة ربنا بفكركم إنه أطفالنا الحلوين الساعة 8 بالظبط هيبقى ليهم لقاء مع خدمة الشيلز، وكمان احنا عاملين لهم سربرايز لطيفة كده، ياريت تخلوهم كده جاهزين علشان أول ما تيجي فقرة الشيلز يبقوا جاهزين. دلوقتي احنا ماريان هتقدم لنا فقرة الترانيم، ياريت كلنا نشارك، نرفع قلوبنا فقرة التسبيح زي ما دايما بنقول نرفع ذبيح التسبيح. اتفضل يا ماريان. Thank you عماد، مساء الخير ليكم كلكم، وحشتونا قوي، بس مبسوطين ربنا بيدينا الفرصة دي عشان نتجمع، ويمكن مش بنشوف بعض كلنا، بس احنا حاسين ان احنا كلنا مع بعض، وان روح ربنا دايما حاضر في وسطينا في اي تجمع بنتجمعه. خلينا نبدأ اجتماعنا كده بترنيمة بنيجي ونتواضع قدامك، كلنا عارفينها. نيجي ونتوضى قدامك، نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك وبنطلب وجهك، سايبين طرقنا الرضية. نيجي ونتوضى قدامك، نعلن توبة حقيقية، نسجد ليك وبنطلب وجهك، سايبين طرقنا الرضية. تعالى وسطينا واسمع يا رب لينا، أراضينا سايك حوالينا، ثبت حقك فينا، حقك فينا. نيجي ونتصالح وياك، وعهودنا بنجددها معاك، دي مهما كانت خطايانا، إيماننا في غفران دماك. نيجي ونتصالح وياك، عهودنا بنجددها معاك، دي مهما كانت خطايانا، إيماننا في غفران دماك. تعالى وسطينا واسمع يا رب لينا، ابرق أراضينا سايك حوالينا، ثبت حقك
حقك فينا حقك فينا جايين بنرفع لاسمك ايدينا يلي اسمك دعي علينا ومشتاقين لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا جايين بنرفع لاسمك ايدينا اسمك دعي علينا ومشتاقين لحضورك فينا روحك يعود يملك علينا تعالى وسطينا واسمع يا ربي لينا ابرق أراضينا سيك حوالينا ثبت حقك فينا في التنيمة اللي فاتت كده كنا بنقول عايزين نحس بحضورك يا رب تعالى وحسسنا بحضورك وتعالى ملانا وتعالى خليك موجود. خلينا كده النهاردة في اجتماعنا نقول يا رب عارفين ان كل واحد فينا في مكان كل واحد في بيته بس عارفين كمان ان احنا بينفع نصلي مع بعض ونرنم مع بعض ونشارك بعض في حاجات كتيرة حلوة. التنيمة الجاية كده بتقول حضورك مليان سلام مليان فرح مليان أمان مليان حنان مليان عذاب حضورك مليان جمال مليان شبع مليان براحة ومليان صراحة ومليان شفاء. مش عارفة إذا كان كلنا عارفين التنيمة دي ولا لأ بس تنيمة حلوة قوي وبتوري قد إيه إن في حضور الله كده بيبقى كل حاجة مختلفة مفيش وجع ومفيش قلق ومفيش تعب ومفيش الحاجات الكتيرة اللي بتبقى على كتفنا طول اليوم دي وعايزين ان احنا نشيلها من دماغنا. مش هنقدر نشيلها من دماغنا غير لما نحس فعلا بحضور ربنا الحقيقي. قول يا رب عايز اتمتع بحضورك عايز اتمتع بسلامك عايز اتمتع يا رب بالقعدة الحلوة معاك اللي تنسيني كل حاجة بتحصل حواليا. حضورك مليان سلام مليان فرح مليان أمان مليان حنان مليان عذاب حضورك مليان جمال مليان شبع مليان براحة مليان صراحة مليان شفاء ده مكاني جوا حضورك ده مكاني خليني فيه وامامي شخصك ونورك ده مكاني خليني فيه كل كيان متعلق بيك كل انتمائي وحب ليك انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك كل كياني متعلق بيك كل انتمائي وحب ليك انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك حضور مليان رجاء مليان بمجد مليان
حضورك مليان نعم، مليان بنور، مليان برحمة، مليان محبة، مليان عطاء. ده مكاني جوه حضورك، ده مكاني خليني فيه، وأمامي شخصك ونورك، ده مكاني خليني فيه. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحب ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك. كل كياني متعلق بيك، كل انتمائي وحب ليك، انت مكاني وبيتي فيك يا اغلى مليك. خلونا كده نرنم آخر ترنيمة مع بعض وقول يا رب مش عايز يا رب حضورك أكون بطلبه يا رب علشان في وقت صعب، أو عشان عايزك في حاجة، أو عشان عايزك تحللي حاجة. كل ده حلو قوي، بس قوله كده يا رب عايز حضورك يكون في حياتي، وحضورك يكون في بيتي، وحضورك يكون في كنيستي، وحضورك يكون في المكان اللي أنا عايش فيه. لأنه زي ما كنا بنقول في التنيمة اللي فاتت كده، أنه حضور ربنا بيبقى مختلف، وبيدي بيديك إحساس مختلف، بيديك إحساس مختلف بالراحة، إحساس مختلف بالفرح، إحساس مختلف بالسلام، إحساس مختلف حتى لنظرتنا للحاجات اللي حوالينا. يعني وقت كتيرة في اللوك داون كده، أنا عارفة كلنا بنبقى زهقانين ومتضايقين ونفسنا يفك، بس وقت كتيرة بقول يا رب أشكرك، لأنه حتى وإحنا في اللوك داون ويمكن مش بنشوف ناس قريبة جدا مننا، لكن معاك أنت مفيش أبدا لوك داون، معاك أنت مفيش إيزوليشن، بس معاك طول الوقت في خط مفتوح بينفع أي وقت أجي أتكلم معاك، وأي وقت أحكي معاك، وأي وقت أحس فعلا معاك بالراحة الحقيقية. تعالوا كده نقول مع بعض التنيمة دي كلنا عارفينها، ونفسي كلنا نكون بنرنم في البيوت. نقوله كده: رب سؤل قلبي انت، مشتهاية انت، مشتاق يا رب انه اكثر كل حاجة غالية عندي، اكثر الطيب الغالي قوي اللي عندي كده، وحطه تحت رجليك، لانه الحاجة الى واحد، الحاجة اليك انت بس. يسوع سؤل قلبي انت، مشتهايا انت، شوقي وطلبتي، مشتاق اكسر كل غالي، تبقى انت انشغالي والمجدك اعيش. يسوع سؤل قلبي انت، مشتهايا انت،
بدك أعيش. يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، أنت اللي أنا هعيش ليه. بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، وقل كل ما بيا وحدك تزيد. يسوع بسجد لك حبيبي، بختارك نصيبي، فيك بلقى الحياة، بختار أموت وتحيا فيا، ويقل كل ما ليا تزيد. يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، أنت اللي أنا هعيش ليه. بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص ليك، ده الكل ما يساويك. يسوع همسك ومش هرخيك، أنا قلبي تعلق بيك، بنشكر مريان. ربنا عودك يا مريان ويبارك خدمتك، ترانيم جميلة ولمستنا كلنا، وياريت فعلا تكون ترانيم ديت طلع من قلوبنا كلنا، وفعلا في الفترة ديت ربما أن تكون هي دي الفترة اللي فيها نتصارع مع ربنا ونمسكه ولن نرخيه، ونقول له لن أتركك إن لم تباركني. ربنا يبارك كل خدمة المجد اسمه. ودلوقتي مع أخونا ملاك هيقدم فقرة العشر دقايق. تفضل يا ملاك. ماشي يا عماد، ومبسوط خالص إن أنا موجود هنا النهاردة، ووحشتوني كلكم. كنت أتمنى نبقى موجودين في الكنيسة، يعني نتقابل في الاجتماع، بس إن شاء الله قريب. فقرة العشر دقايق النهاردة أنا هتكلم فيها عن موضوع كلنا بنتعرض له في مرحلة من حياتنا. خليني أشير للسكرين. وخليني أبدأ بسؤال. عمر حد فينا تسأل السؤال ده في انترفيو؟ What's the craziest thing you've ever done in your life؟ أو سؤال شبه كده. أحيانا كتير بنتسأل أسئلة ونفكر، هو أنا ليه يا ترى بتسأل السؤال ده؟ هو إيه علاقة السؤال ده بالرول اللي أنا بقدم عليه؟ الحقيقة مش بالضرورة تبقى job interviews، أحياناً بتبقى interview لهدف تاني. يعني أحياناً لما حد بيقدم على مكان في الجامعة بيعملوا له interview. هو ده نوع من الانترفيوز بيقولوا عليه competency based interview، له أسامي تانية زي behavioral based interview، وهو بيبقى له structure معين، وبتبقى الإجابة متوقعة على الأسئلة دي ليها موديل معين. فهو ده الموضوع الحقيقة اللي أنا قررت أتكلم فيه النهاردة أو أغطيه في العشر دقايق الجايين. إحنا عندنا 4 سلايدز، الثلاثة الأولانيين بيتكلموا على الستراكشر بتاع الانترفيو ونوع الأسئلة بيتسأل إزاي والإكسبكتيشن إيه، والسلايد الأخيرة هي أهم من الثلاثة سلايدز الأولانيين، لأن هي بتتكلم على إزاي نحضر للانترفيو ده وإزاي نجاوب الأسئلة بالطريقة اللي تميت الإكسبكتيشنز بتاعة الإمبلوير أو بتاعة الريكروتر.
طيب عشان نبدأ نتكلم على competency based interview عايزين نقول إيه هي competency. فالcompetency هي knowledge, skills, abilities that are required to successfully perform a task in a defined work setting. يعني من الآخر الemployer ده عايز يعرف أنا عندي knowledge والskills والabilities والattitudes الحقيقة كمان اللي مطلوبة إن أنا أperform الرول ده successfully ولا لا. طيب ما موضوع ده بسيط يعني ما كل employer عايز كده. لا الحقيقة competency based interview بتدور على experience على past history بتاعي. ليه؟ يعني عمره ما بيسألني يقول لي مثلا لو حصل موقف كذا كذا تتصرف ازاي؟ هو دايما بيسألني يقول لي ايه؟ tell me about the time. قول لي على مرة يكون حصل فيها كذا كذا في خبرتك اللي فاتت. طيب ايه هي competency based interview؟ هي ببساطة questions directed to find out about these, how these knowledge, skills and attitudes were used in the past to achieve a certain task or to achieve a certain objective في خبرة في شغل قبل كده. يقول عليها behavioral interviews أو أحيانا situational interviews. الراشونال ليه؟ علشان في مقولة شهيرة قوي بيؤمنوا بيها وهي أنه past behavior is a good predictor of future behavior. لو سألك وقال لك لو حصل موقف كذا كذا هتتصرف إزاي؟ ممكن الناس تذاكر كويس قوي في الانترفيو يدخل يقول الإجابة الصح وإحنا متعودين على كده قوي إنه نبقى عارفين الصح ونقوله. بس الحقيقة ده مش بالضرورة إن في الموقف ده أنت هتتصرف بالطريقة دي أو إن أنت عندك السكيل أو النوليدج دي. علشان كده دايما يقول قول لي احكي لي على مرة يكون حصل فيها كذا كذا. دايما بيسأل على experience. ليه؟ لأنه it's very hard to make up. لأنه ببساطة لو if you make up a situation وقلت أنا حصل معايا كذا كذا first thing it's not honest يعني you shouldn't. بس الحقيقة حتى لو عملت كده you will get caught ببساطة لأنه بيسأل سؤال في النص ويقول لك طيب على detail معينة طب tell me about that more طب ده كان في أنهي رول طيب what happened next why didn't you do that. فالحقيقة لازم يكون موقف حقيقي أنت عديت فيه قبل كده بي demonstrate certain competency that you have. طيب how do they work؟ دايما الأسئلة دي بتبدأ بإيه؟ يقول لك describe a situation where so and so happened or where you were required to do so and so or to achieve so and so أو tell me about a time when. فده الفورمات الأولانية. في فورمات تانية للانترفيو للbehavioral based interview هو أنه يسأل سؤال general قوي في الأول وبعدين يفولو السؤال الجنرال ده بmore specific questions directed لcertain على certain competencies. وعلى فكرة مثال لكده السؤال اللي أنا حطيته في الأول يعني اللي هو إيه أجن حاجة عملتها في حياتك؟ ممكن واحد يفكر إيه أجن حاجة؟ إيه علاقة ده بالحقيقة؟ وإنت بتحكي أجن حاجة عملتها في حياتك هو هيبك على حاجات معينة ممكن يكون بيتارجت الكومبلاينس مثلا. يعني أنت ممكن تعمل حاجة مجنونة بطريقة إنكومبلاينت أو بطريقة بتكسر بيها القانون وعايز تشوف قد إيه أنت كومبلاينت مثلا. ممكن تعملها من غير بلانينج فهتلاقيه بيبك على نقط معينة وإنت بتجاوب على سؤال كبير ويبدأ يقول لك طيب قول لي إيه البلان بتاعتك طب ليه ما عملتش كذا. أحياناً في آخر لا يعني في آخر السيتويشن اللي أنت بتحكيه لما يسألك يقول لك احكي لي على مرة يكون حصل كذا كذا يقول لك طب أنت اتعلمت إيه من الخبرة دي أو لو الموقف هو تعاد تاني هتتصرف إزاي. هو الحقيقة هنا بيدور على الليرنينج وبالذات لو الموقف اللي أنت شاركته ما كانش فيه الريزلت في الآخر أو الأوتكم very positive. طيب دي الطريقة اللي بيسألوا بيها الأسئلة. إيه examples؟ Tell me about a time when you handled a conflict with a colleague or a manager at work. واضح إن السؤال ده بيدور على إيه؟ على communication skills وبالتحديد على conflict resolution skills. أو بيدور أنت بتعرف تحصل مشكلة تهندلها أو تحلها بطريقة دبلوماسية ولا لأ بطريقة فيها نوع من الإيموشنال إنتليجنس ولا لأ. فهو هنا بيدور بيزيكلي على communication skills. ممكن الطريقة الثانية اللي هي السؤال العام شوية What has been your biggest achievement to date؟ هو هنا بطلوش منك موقف بس وانت بتحكي ايه الـ biggest achievement هيبيك على certain competencies ويسألك أسئلة عليها ويقولك طب قول لي هنا أكتر كانت ايه البلان طب كان ايه الهدف طب ليه عملت كده. طيب examples of competencies دي مجرد لستة صغيرة أمثلة للـ competencies اللي ممكن تبقى موضوع الأسئلة. طبعا من أهمها الـ communication skills وده كان السؤال الأولاني اللي احنا اتكلمنا عليه في المثال اللي فات. احيانا يتكلموا على التيم ورك يقول لك كلمني على مره اشتغلت فيها مع تيم as part of a team what was your role what were your achievements what's the challenge that you had working as part of a team قد ايه انت flexible. احيانا يبصوا على الاتيتيود كمان
دي list of competencies. كده احنا اتكلمنا على ال ايه هي الكومبتنسي بيزد انترفيو، الاسئله بتتسال ازاي، ليه بيعملوا الكومبتنسي بيزد انترفيو. على فكره يعني احيانا يصرفوا فلوس كتير قوي في موضوع الريكروتمنت، لان لو خدوا الرونج يعني كانديديت يعني هضيعوا فلوس، هضيعوا وقت كتير قوي. طيب هاو تو انسر ات. اول حاجه يو نيد تو ميك ا ليست اوف ذا كومبتنسيز ذات ار ريليفنت تو ذا رول يو ار ابلاينج فور. يعني لو انت داخل بتقدم على شغلانة معينة، محتاج تعرف ايه متطلبات الشغلانة دي. عادة اهم مكان ممكن تجيب منه الكومبتنسيز that are relevant للجوب دي هو الجوب اد. انت قريت الجوب ادفيرتسمنت ده ايه على سيك مثلا او في اي مكان، احيانا تلاقي الجوب اد ده كبير قوي، احيانا نبص نقول ايه الكلام الكبير ده وايه الوصف الدقيق ده. احيانا الجوفرمنت جوبز بالذات بيحطوا فيها الـ يعني الفيري ديتيلد ديسكريبشن للكومبتنسيز اللي مطلوبه للرول ده. الحقيقه الجوب اد ده از ا بيرفكت بيس، هات عدسه مكبره واقعد اقرا سطر سطر، لانه كل سطر من دول بيوصف كومبتنسي مطلوبه، وفي الغالب هيبقى ريفلكتد بسؤال في البيهافيورال بيزد انترفيو. ايه طريقتين تانيين؟ سيرش اونلاين ايه الرول ريليفنت كومبتنسيز. في كارير جايدز ممكن تقول لك بوضوح في 7 كومبتنسيز او 10 كومبتنسيز مطلوبين للرول ده. طيب ايه تاني؟ جو اون ذا اورجانيزيشنز ويب سايت. احيانا كل شركه بيبقى عندها سام كور كومبتنسيز ذات يعني ذا بروموت، واحيانا بيبقى جزء من الكالتشر بتاعه الاورجانيزيشن دي. فده مكان تالت ممكن تجيب منه ليست. طب ده انت هتعمله قبل ما تروح تقدم على قبل ما تروح الانترفيو. فانت كده عرفت انا بقدم على الرول الفلاني والكومبتنسيز المطلوبه للرول ده هي 1 2 3 4 5. على فكره احيانا مثلا لو انت اكاونتنت وتقدم على رول له علاقه بانك هتستخدم سوفت وير معين او سيستم معين، كمبيوتر سيستم معين، ده بيبقى واحد من متطلباته موجود في الجوب اد. ممكن لو شغلانتك هي فرونت لاين وفيها كاستمر سيرفيس كومبوننت، هتلاقي الكومبتنسيز فيها حاجه متعلقه بالكاستمر سيرفيس سكيلز او الكوميونيكيشن سكيلز. لو انت الرول ده ان انت بريستا او بتشتغل، هتعمل هيبقى فيه جزء متعلق بالسايكو موتور سكيلز بتاعتك، انك ازاي بتستخدم المكنه القهوه دي وازاي بتعرف تادجست البريشر بتاعها. يعني هتلاقي انه كل شغلانه مهما كانت بسيطه او كبيره ليها الكومبتنسيز بتاعتها اللي بيدور انه يشوف هي موجوده ولا لا في الكومبتنسي بيزد انترفيو. طيب تاني حاجه rehearse sharing situations for each competency. يعني ايه؟ انا لما هفكر ان دول السيفن كومبتنسيز اللي في الغالب هيسال عشان يعرف انا بعرفهم ولا لا، هجهز موقف على كل واحد. واحيانا بيبقى كويس ان انا اجهز موقف واحد يغطي 2 أو 3 علشان ما اقعدش اجهز مواقف كتير. ورehearse it يعني انا لما احكيه هحكي ازاي. طيب تالت حاجه، وانا في الانترفيو نفسها او ما بتسال سؤال محتاج ايدنتيفاي الريليفنت كومبتنسي. يعني انا اول ما تسال سؤال في الانترفيو اقول ايه؟ ايوه انهي واحده في السبعه السؤال ده بتاعها؟ هو بيدور على ايه هنا؟ هو بيدور على التايم مانجمنت، بيدور على وركينج ان تيم، بيدور على الفلكسبيليتي، بيدور على الكوميونيكيشن سكيلز، بيدور على ايه بالظبط؟ لانه لو انا اف اي دو نوت ديفاين ات، اللي هيحصل انه انا هبقى بيرفورم كويس قوي بس في رونج دايركشن. زي واحد بيجري بسرعه كبيره قوي وهو رياضي جدا بس في التراك الغلط. فانا لو ما عرفتش ايه الكومبتنسي اللي هو بيسال عشان السؤال، في الغالب مش هعرف اجاوب بالطريقه المثلى او افضل طريقه. طيب اخر حاجه يوز ذا ستار موديل. ايه الستار موديل؟ هو الحقيقه وانا بجاوب المفترض اعدي على الاربعه مراحل دول: سيتويشن، تاسك، اكشن، ريزلت. فلما بحكي بجاوب، لما بحكي له الموقف بقول له الموقف كان كذا كذا. مثلا خلينا نقول you had to handle a conflict with a manager or the work colleague. هقول الموقف مثلا كان انه انا كنت جديد في الشغلانه دي، كان بقالي 3 أو 4 شهور، كان في تيم ميتنج، المدير بتاعنا كان الحقيقه يعني he looked and sounded a little bit stressed لان احنا we were behind in delivering. يعني تقريبا in a indirect way هو كان بيلومني على a task wasn't finished on time when I tried to respond. يعني he was a bit defensive. فأنا I realized that he is under a lot of stress and probably now is not the good time. ف
I did not discuss it any further and I waited until later. في آخر اليوم رحت له مكتبه وطلبت أتكلم معاه وما دخلت بيني وبينه one to one. قلت له الحقيقة أنا I wasn't in charge يعني at the time when this task was يعني was being done. الحقيقة راجل يعني he appreciated قوي إنه أنا I did not have the discussion with him يعني in front of everyone or in a team context لأنه it would have been embarrassing to him. هو قدر إن أنا كلمته one to one. وده الحقيقة ساعد ان احنا نبني ريليشن شيب كويسه قوي في وقت انا كنت لسه جديد في المكان. فانا كده عديت ايه السيتويشن ايه التاسك. يعني لازم افهمه ان انا ما كنتش غلطان بس في نفس الوقت ما ينفعش قدام الناس لان هو ما كانش هو كان متضايق. ايه الاكشن اللي انا عملته والاوتكم كان ايه. ده مثال ممكن اشير بيه اكسبيرينس. الحقيقه كده انا خلصت الجزء بتاعي معلش وانت قلت البيت اوفر تايم. اشكركم واتمنى تكون الموضوع كان فيه افاده. ام هاندينج باك. ثانك يو. بشكرك يا ملاك. والحقيقه كان نفسي البرزنتيشن والعشر دقائق اللي انت عملتهم دولت لو كان جم من حوالي 10-15 سنه وانا بعمل انترفيوهات يمكن كان الحال بقى غير الحال. بس على كل حال اشكرك, معلومات مفيده ويا ريتنا فعلا نستفاد بيها كلنا. دلوقتي حبايبنا الحلوين معادنا مع خدمه شيلز, وزي ما وعدتكم انه هيبقى في سربرايز لطيفه هتبسطكم كلكم, فياريت يكونوا كلهم قاعدين وجاهزين. ودلوقتي مع اخونا ريمون, اتفضل يا ريمون. Hello guys, good evening. We are now the Shield service, so I'm assuming that we are talking to the kids from kindy to year 9. So I'd like you to take the screen from mom and dad now. And be ready for the Shield in the next 7 to 10 minutes. So I'll just share my presentation quickly. Okay. So with the Shield, as you know, we have the rights, and then we have hymns. So with the rites, we have been learning about our church sacraments. So we are now in term 3, and this is week 4 in term 3. So we have been learning in the last 3 weeks about the sacraments of our church. All right. So I'll ask you a quick question, and this question will be for the boys and girls from kindy to year 2. So how many sacraments does our church have? What do you think? How many sacraments does our church have? Okay, I can tell there are some clever boys and girls saying we have 7 sacraments in our church. That's absolutely right. Well done, guys. So with these 7 sacraments, we've been studying them for the past, how many weeks did we say? For the past 3 weeks. So we have had 3 sacraments so far. And the very first one was with Abuna Elijah, his father Elijah, and he's spoken to us about the baptism. And then with Irene, we had the Mayroon or chrismation. Then last week with Sarah, we had the Holy Communion as the third sacrament. So you may be able to tell that it's the order that you experience the sacraments in life. So first of all, when you were a newly born boy or girl, you had baptism after a few weeks from birth. Then on the same day, you had the Mayroon or the chrismation. Then on the same day again, you had your very first Holy Communion. So this is the order we experience the sacraments in our life. So these are how many we have studied so far? Yep, 3, that's right. That's absolutely right. 3 out of how many in total? Well done. They are all 7. So today we'll have, excuse me, our 4th sacrament,
which is the fourth sacrament we experience in our life by Oda, and this is repentance and confession. Repentance and confession. Someone may ask, why should we repent? I'm a good Christian. I'm doing all what I should do. Why should I repent? We'll come to this very soon. But first of all, I'll just remind you with something that Abuna mentioned, and I believe Irini and Sarah mentioned as well. They said, in any sacrament, why do we call it sacrament? Because there is, in any sacrament, there is a visual component or something that we can see, and there is a hidden blessing that we cannot see. That's why it's called sacrament. So in the repentance and confession, what can we see? Is that you are sitting with Abuna. You are sitting, you can see Abuna, you can see his cross, you are sitting with Abuna. And what is the unobservable grace, the blessing that you take and you cannot see? It's that your sins are forgiven. Your sins are forgiven. So in this very important sacrament that we need to do how many times? So with the first two sacraments, we do how many times in our lives? The baptism and the Meirun, we do only one time per life, only one time. But with repentance and confession, how many times do we do it? Indefinitely. Well done. That's absolutely right, because we keep doing sins throughout our lives. So that's why we do it indefinitely. All right. We come back to our question that we have raised. Maybe this is a question for the years 3 and 4. Why do you think, guys, we repent? Why do we repent and confess? Okay, I can tell that you have been saying good things to mom and dad now. We repent and confess because we do sins, isn't it? I'll remind you with the very first sacrament that you have received in your life. So do you remember this day? Do you remember when you were that little? This was the day you received your baptism and your Meirun, the chrismation. You were wearing, what color is that? Yet you are wearing white. Why is it white? And maybe this is a question for year 7 to 9. Why do you think the new baby or the newly baptized baby will wear white clothes on that day? Yep, I can tell you are saying the right thing. It's because it's an indication of pure heart. We give him a white cloth, a white tonia, because this reflects his pure heart. He's now holy. He's now holy because he got rid of the very first sin of Adam and Eve on the baptism, and he became newly born, born again, spiritually born from the church. All right? But does this last forever? No. What happens is, what's happening here? So we can fight with our siblings, maybe our friends. We can yell at them. We can think bad thoughts. We can do wrong things, which we call sins. So what happens to the white clothes? It gets dirty with these sins. And how do we keep it white again? Is that we need to repent and confess. We need to repent and confess to regain this white cloth again that we had. Or in other words, to regain this white heart again. How can we repent and confess? How? So there are a few steps. The first one is act now. Always our fathers in our church say, once you decide to confess, please act right now, because this is resisted a lot by the devil if you keep
delaying the repentance. The second thing, start to pray. Please, once you try to confess, to repent, then confess, stand up in front of God and tell him, God, I want to repent. I'd love to confess. Please help me, God. Then get ready and organized. So have a pen and paper, but make sure you tear it after. So have a pen and paper, write down what you are going to say to Abuna when you sit down with him. Just try to think what wrong things that you have done and share with Abuna. Then go to Abuna, sit down with Abuna, ask his advice and ask his absolution that he gives you from God. And at the end, you'll go and have a communion after. So this is how to repent and confess. Act now. Number one, it's important to act once you decide. Stand up to pray. Think of what you're going to say to Abuna. Go to Abuna and confess. Then have communion. All right. Why is that important? Because this is a verse that God said to the disciples. He said, assuredly, I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be loosed in heaven. So that's why we believe that once Abuna gives us absolution, we are absoluted from God. So this is simply why we go to Abuna, we wait under the cross, he gives us the absolution, and we believe after that what happened, we come back to the white cloth again and the white heart. So that's simply why we need to repent and confess. That's simply why or how we confess and how to prepare for confession. Thank you very much for that. Please stay tuned, because now the surprise that Ahmed mentioned in the beginning, that you will see very clever kids from the Shield have been singing Rashine. Thank you very much for sharing your videos that you have been singing this beautiful hymn. And then the new hymn, we will send the links today to the parents group. So it's going to be Axia. You know, we are tomorrow the fast of St. Mary. That's why tomorrow we all would love to sing Axia to St. Mary. And then please, the last thing I'd like to mention, please do the weekly challenge that you receive every week. It's easy and simple. At the same time, it reminds you with what we studied. Thank you very much, dear boys and girls. God bless you, and please pray for the service. على ما يبدو انه في تكنيكال بروبلم كده معلش ادونا كده دقيقه واحده بس على بال ما نجهز الفيديو دقيقه واحده والفيديو يكون جاهز.
عايز اسقف لكل طفل وكل واحد شارك في التسبيحه الجميله دي. فعلا من افواه الاطفال ورد عن هيئه سبحان، هو ده الصوت اللي ربنا بيحب يسمعه. انا بشكر كل الاطفال اللي قدموا وشاركوا بفيديوهاتهم، وبشكر بابا وماما اللي اهتموا وسجلوا لاولادهم. بجد شيء رائع، وربنا يديم كنيستنا مفتوحه. دلوقتي معادنا مع الكلمة مع أخونا جورج يوسف، وموضوع باسم بناء الأسوار. يا ترى بناء الأسوار ده إيه وموضوع إيه؟ تعالوا نسمع جورج. اتفضل جورج. بسم الله أبو الإبن وروح قدس الآن واحد أمين. إزايكم؟ عاملين إيه؟ مبسوطين إن إحنا مع بعض تاني، حتى لو مش في الكنيسة، لكن دايما كده نفتكر ان احنا الكنيسة. هشير معاكم السكرين.
الموضوع زي ما عماد قال بنتكلم على بناء الأسوار. أنا مش عارف أنتوا شايفين السكرين ولا لأ. سوري. Yeah, now it's working. بناء الأسوار. إيه موضوع بناء الأسوار ده؟ في كل صلاة في الأجبية بنيجي في آخر المزمور الخمسين كده ونقول ولتبنى أسوار أورشليم حينئذ تسرب ذبائح البر القربان والحرقان. إيه موضوع بناء الأسوار ده؟ ليه مهم؟ وليه الكنيسة حطاه في إن إحنا بنصليه في كل صلاة من الأجبية؟ عشان نفهم موضوع بناء الأسوار دوت لازم نقرأ ونفهم سفر نحمية. مين هو نحمية؟ عشان نفهم مين هو نحمية هنرجع ورا كده شوية وناخد مقدمة تاريخية كده سريعة عن نحمية. كان في سبي الله سمح بيه إن شعب بني إسرائيل يتاخد في سبي أشور وبعد كده سبي بابل وبعد كده سبي مملكة فارس. في سبي بابل دخل نبوخذ نصر وكسر وحرق أسوار أورشليم وسرق الهيكل، سرق أواني الهيكل، والموضوع كان مش لطيف خالص في أورشليم وفي الهيكل. ففي مملكة فارس جه ملك اسمه كورش، والملك ده كان بسيط شوية، كان مريح شوية، ريح الناس وادالهم حرية العبادة وسمح لهم كمان إن هم ياخدوا وظائف عالية شوية لو عندهم الإمكانيات، زي مثلا دانيال في مملكة فارس كان وصل رئيس وزراء، ونحمية اللي هنتكلم عليه النهاردة وصل إن هو ساقي الملك، ودي حاجة مش ساقي، يعني مش بس مجرد إن هو بيجيب الخمر للملك، لأ ده حاجة مركز عالي قوي زي وزير تقريبا علشان ياخد الثقة ديت، لأنه كان زمان لو حد عايز يخلص على ملك كان يحط له سمه في الشرب وخلاص راح الملك. مملكة فارس حصل ثلاث عودات، ابتدى يحصل ثلاث أفواج للعودة لأورشليم، أول فوق والتاني والتالت زي ما قدمنا على السلايد. أول فوق كان بقيادة عزرا، وده موجود في سفر عزرا من إصحاح 1 لإصحاح 6، وده سنة 538 قبل الميلاد، وكان بقيادة زربابل. زربابل رجع في وقت قورش الملك و ابتدى يبني الهيكل. زربابل كان من نسل ملوكي ولكن كان في السبي ورجع تاني الهيكل، في الوقت ده كان فيه من الأندية زكريا وحجاي. العودة التانية، الفوج التاني، كان بقيادة عزرا الكاتب أو عزرا الكاهن، وده سنة 458 قبل الميلاد، وده كان في وقت أرتحشست الملك، وحل مشاكل كتير على الجواز من أجنبيات وخرج جزء منهم بره أورشليم، وكمل بنى الهيكل واهتم بالشريعة. ويفضل عزرا موجود في أورشليم فترة من الفترات اللي كان فيها نحمية بيكمل خدمته. الفوج الثالث من العودة من السبي لأورشليم كان بقيادة نحمية، وده كان سنة 444 قبل الميلاد، ونحمية رجع وكمل السور، وكان في الوقت ده من الأنبياء ملاخي اللي هو آخر سفر في العهد القديم اللي في إيدينا، في 39 سفر في العهد القديم اللي في إيدينا بخلاف الأسفار القانونية التانية. إيه اللي حصل مع نحمية؟ خلونا نقرأ ونشوف. نحمية سمع عن المشكلة دي أول حاجة، وبنقراها في الإصحاح الأول. كلام نحمية ابن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة العشرين بينما كنت في شوشن القصر، أنه جاء حناني واحد من إخوتي هو ورجالي من يهودا، فسألتهم عن اليهود الذين نجوا الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فقالوا لي إن الباقين الذين بقوا في السبي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار، وسور أورشليم منهدم وأبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام عملنا حمية لما سمع المشاكل ديت عن أورشليم، جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء،
خمس حاجات رائعة عملها نحامية لما سمع عن العار اللي فيه أورشليم، إن سورها مهدوم ومحروق والهيكل مش في شكل كويس. جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء. جميل قوي شعور نحامية إنه مع إنه مولود في السبي ومع إنه واخد مركز عالي في مملكة فارس، ده ساقي الملك، ده قاعد مع الملك ليل ونهار، بس ما بعدوش بعد المكان عن إن قلبه يبقى مع أورشليم، عن إن قلبه يبقى مع أهل بلاده، عن إنه يبقى قلبه على الهيكل وكرامة شعبه. نبص بصة كده تقريباً الصورة اللي انتم شايفينها ديت هي تقريباً شكل لأورشليم. هقول لكم شوية معلومات عن الصور عشان نفهم يعني إيه سور أورشليم. الموضوع مش مجرد يعني شوية طوب فوق بعض وخلاص، لا الموضوع أكبر من كده. ده من الناحية الطبيعية لبناء السور، وموضوع الأسوار ده كمان موضوع كبير وكبير قوي، ويا رب يفرق في حياتنا كلنا موضوع بناء الأسوار. لو فهمنا كويس موضوع بناء سور أورشليم وإيه الأسوار اللي أنا مفروض أبنيها في حياتي، هيفرق في حياتنا جامد. السور طوله حوالي 4 كيلو، فيه 34 ووتش تاور أو أبراج مراقبة. ارتفاع السور تقريباً 12 متر، طبعاً بالتقريب لأنه بيختلف من مكان لمكان، وأفريج العرض بتاع السور ده 2.5 متر، فسور ضخم، مشروع كبير، مشروع ضخم جداً 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 من ناحية البناء. يعني تقريباً لو هنتكلم النهاردة عشان نبني مشروع زي ده، لو حد ليه في البيلدينج يعني يقول كده ياخد قد إيه، أنا بقول حوالي سنة لو استخدمنا كل المعدات العملاقة والحاجات والسقالات اللي في العهد الحديث اللي احنا فيه ده، تاخد تقريباً سنة. ده رأيي، ممكن يكون أقل أو أكتر. تعالوا نشوف نحامية أخد وقت قد إيه في بناء السور، لما كنتوا شفتوها على السلايد الأولانية، لو حد شافها يبقى كويس. ده منظر أفقي للخريطة بتاعة أورشليم، كان فيها 12 بوابة زي أورشليم السمائية الموجودة في رؤية يوحنا اللاهوتي، وطبعاً فيها أبواب كتير. نفسي ممكن نبقى نعمل مرة تانية نتكلم على أبواب أورشليم والرموز بتاعتها بسرعة كده. هنا في باب الضأن الشيب جيت، وده بيرمز للخلاص، ده اللي كان بيدخل منه الخراف على الهيكل لتقديم الذبائح. وهنا أنا حاول أستخدم ليزر بوينت، مش عارف كنت تشوفه ولا لأ. ده كده باب الضأن اللي كنا نتكلم عليه الشيب جيت. هنا الفيش جيت، باب السمك، وده بيرمز للكرازة، لأنه زي ما المسيح قال لبطرس ما تكونش صياد سمك لكن صياد ناس بعد كده، ده بيرمز للكرازة. هنا الأولد جيت، الباب العتيق اللي بيرمز للآب. هنا عندنا باب الدم، وده اللي كان بيخرج منه بقايا الذبائح، وده بيرمز للاعتراف أو إن إحنا نخرج الحاجات اللي مش كويسة جوه قلوبنا بره. باب العين الفاونتين جيت، وده بيرمز للروح القدس. وباب الماء وباب الخيل اللي بيرمز للجهاد، وأبواب كتيرة وممكن نقعد نتكلم في رموزها مرة تانية. لكن سور أورشليم كان حاجة مهمة قوي 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 قوي. بدون سور في الزمن ده لا أمان ولا سلام ولا كرامة لأي مدينة، والهيكل كمان معرض للسرقة والنهب. تعالوا نفكر في وقت زي ده السور معناه إيه؟ كل ما كان السور عظيم كل ما يدي عظمة للمدينة نفسها. أورشليم دي مدينة شعب أولاد الله، المفروض إنها تكون
سورها عظيم. السور كمان بيدي أمان ومناعة، لأن اسم رب برج حصين يأتي إليه الصديق ويتمنع، فلما يبقى فيه سور عالي ده يدي أمان لشعب البلد، وبالعكس لما يبقى السور مكسر ده بيقلل الأمان وبيعرض الشعب للمخاطر. حاجة تانية في السور إنه بيخلي الشعب يتعامل مع الشعوب الأجنبية وياخد من تجارتهم ويتجوز من بناتهم، ومعناها أنه يخش في علاقات ويفقد خصوصيته ويفقد قدسيته. وجود بلد أورشليم من غير سور بيخلي الهيكل كمان معرض للسرقة والنهب في أي وقت. طيب إحنا بقى إيه الأسوار اللي في الحياة؟ ليه الإنجيل بيتكلم عن السور بالتفصيل ده؟ ليه بنسمع اسم عيلة عيلة من اللي بنوا السور؟ ربنا عايز يقول لنا إيه بموضوع بناء السور ده؟ في أسوار كتير في حياتنا شكلها كده منهدم، في أسوار كتير قوي وقتها إنها تترم وتقام وتبنى ولا تكون بعد عار. من الأسوار اللي عايز أتكلم معاكم فيها أو نفسي نفكر فيها أورشليم دي، اللي هي قلوبنا، اللي هي كنيستنا، اللي هو إحنا. أول سور هو الجسد، سور الجسد. عشان أحفظ نفسي لازم يبقى سور جسدي، ده سور قائم ومرمم، والبوابات بتاعته هي الحواس بتاعتي. تاني سور هو سور بيتي وأهل بيتي، مش السور بتاع البيت فعلا الحقيقي، لا، السور اللي أقدر أبنيه حوالين أهل بيتي، سور الريسبكت، إن يبقى فيه ريسبكت ما بيننا وما بين بعض وما بيننا وما بين الناس. سور الكونفيدنشياليتي، إن يبقى عندي في بيتي سور نقدر نحدد إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. سور للليميتس، سور إن أقدر أقول نو. إزاي أعلم ولادي إن هم يقولوا نو؟ مش أنت لو ما عملتش كده ما تبقاش كول فلازم تعمل كده، لا، لازم تبني سور، لازم تقول إيه اللي ينفع لإنسان الله، إيه اللي ينفع لإنسان المسيحي وإيه اللي ما ينفعش، لازم يبقى فيه سور. والسور ده والبوابات دي تعمل كنترول، إيه البضايع اللي تدخل وتدخل إمتى وتدخل فين وإزاي وبأني كمية. السور كنترول، أمان، احترام، وحاجات تانية كتير. سور تاني، سور الكنيسة، سور الخدمة، سور الحياة جوه الكنيسة. وده الجميل فيه إنه لو كل واحد رمم قدام بيته الكنيسة هتبقى مترممة والكنيسة هتبقى مظبوطة. حتى لو فيها حاجة محتاجة محبة عشان تتظبط هنقدر بمحبتنا كلنا نكملها. وده اللي نحامي عمل، نحامي خلى كل عيلة ترمم قدام بيتها، وبالطريقة ديت نحامي قدر يبني السور في وقت قياسي. تعالوا نشوف إيه اللي حصل مع نحامية بعد ما حس بالمشكلة وصلى قدام إله السماء. الإصحاح الأول عدد 5، وقلت أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصايا. ابتدى يسبح ربنا، ابتدى يشكر الله على عظيم الصفات اللي فيه. لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويعترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي قد أخطأنا. جميل نحمية إنه he didn't exclude himself من المشاكل، ما قالش أنا كويس والباقي أخطأ. طب هو قاعد في السبي وإيه ذنبه وذنب اللي بيحصل في أورشليم ده؟ ما راحش أورشليم ولا سمع عنها، آسف، سمع عنها بس ما راحش قبل كده. إيه اللي يخليه ياخد الموضوع على قلبه كده؟ إيه اللي خلوه أعترف بخطايا بني إسرائيل أخطأنا بها إليك أنا وبيت أبي؟ الحقيقة أن حامية كان عنده حاجة جميلة قوي بنفتقدها كلنا، وأنا أقولكم الأكاونتابيليتي، إنه أنا مسؤول عن ترك السور مهدوم. ممكن ما كنش أنا اللي كسرت السور، اللي كسر السور نبوخذ نصر، لكن بقاء السور مكسور وبقاء السور
محروق وبدون أبواب، ده مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤوليتك ومسؤوليتنا كلنا. فعلينا مسؤولية إن إحنا ما نتركش السور مكسور ومحروق. لقد أفسدنا أمامك ولم نحفظ الوصايا والفرائض والأحكام التي أمرت بها موسى عبدك. أذكر الكلام الذي أمرت بها موسى عبدك قائلا: إن خنتم فإني أفرقكم في الشعوب، وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها، إن كان المنفيون منكم في أقصاء السماوات فمن هناك أجمعهم وآتي بهم إلى المكان الذي اخترت لإسكان اسمي فيه. بيذكر الله بوعوده، وده جميل قوي في نحمية. قال له: يا رب انت قلت اذا احنا خنا هتفرقنا في الشعوب، وانت عملت كده، لكن انت كمان قلت ان رجعتم الي وحفظتم وصاياي وعملتموها، ان كان المنفيون منكم في اقصاء السماوات فمن هناك اجمعهم واتي بهم الى المكان الذي اخترت لاسكان اسمي فيه. فرب انت وعدت وانت قلت، واحنا رب هنرجع. ما هو معنى كده في تعهد من نحمية إن إحنا هنرجع، إحنا هنحفظ الوصية، إحنا هنعمل الوصية. فإحنا عايزينك يا رب تنفذ الوعد وترجعنا تاني. فحصل بعد كده إنه نحمية كان مهموم، والملك سأله: أنت مكشر ليه؟ لما بتبقى تعبان بتاخد سيكليف وما بشوفكش مكشر، مش متعود إن أنا أشوفك مكشر ومتضايق. فقال له: ما بقاش متضايق ازاي وبيت مقابر ابائي كلها خراب. جميل كمان نحمية حكيم، ما رضيش يقول انا رايح ابني السور بتاع المملكه العظيمه، لكن هو كان حكيم في كلامه. قال له دي عشان ما يفهمش ان في تمرد على المملكه، قال له ان بيت مقابر ابائي، وهو عارف ان الملوك الوثنيين بيحترموا مقابر الاباء. فالملك كان طالب خطير اللي عمله نحمية ده، وخطر جدا على حياته ان هو يكشر في وش الملك. ولكن الملك قال له: طب انت عايز ايه؟ فقال: ايه ده، هو ينفع اطلب؟ فطلب وعظم الطلب نحمية. قال له: انا عايز جوابات خدها معايا، وعايز، قال له ماشي، وعايز اخد اجازه عشان اروح ابني. حقيقة راح قعد 12 سنه في النزله اللي راحها ديت. وقال له: لو ينفع كمان معلش اتقل عليك في شويه فرسان وجيوش، فرسان من الجيش وشوية جوابات علشان الملوك اللي في السكة يعدوني، ولو فيها يعني شوية خشب بس ناخدهم عشان نبني. ثلاث طلبات غريبة، وفعلا الملك اداله كل الكلام اللي هو عايزه ده. ولما نحمية يتكلم يقول اداني، المفروض ان هو يقول مثلا لو قال حسب ذكائي مثلا تمشي، لو قال حسب كرم الملك تمشي، لكن قال حاجة غريبة قوي، قال اداني حسب غنى يد الله عليا. فكان جميل قوي نحمية في الحتة دي. طلع نحمية وأول حاجة عملها لما وصل أورشليم: فجئت إلى أورشليم وكنت هناك 3 أيام، ثم قمت ليلا أنا ورجال قليلون معي، ولم أخبر أحد بما جعله الله في قلبي لأعمله في أورشليم، ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت أركبها. وخرجت من باب الوادي ليلا أمام عين التنين إلى باب الدم، وصرت أتفرس في أسوار أورشليم المنهدمة وأبوابها التي أكلتها النار. عمل حاجة مهمة قوي، he started by assessing the problem، أشوف فين المشكلة. أنا سمعت عن المشكلة لكن أنا محتاج أدرس وأشوف فين المشكلة. فراح يلف ويشوف شكل السور ده بنفسه، ويعمل assessing للمشكلة بنفسه. وعبرت إلى باب العين وإلى بركة الملك، ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي، فصعدت في الوادي ليلا وكنت أتفرس في السور، ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا، ولم يعرف الولاء إلى أين ذهبت ولا ما أنا عامل، ولم أخبر إلى ذلك الوقت اليهود والكهنة والأشراف والولاء وباقي عميل العمل. ابتدى يدرس ويدخل ويطلع، ودراسة دقيقة المشكلة فين. مهم قوي العمل من حمية ده، إني أعرف المشاكل بتاعتي فين، مشاكل السور بتاعتي فأنهي بوابة، فأنهي حاسة، فأنهي وقت، فأنهي مجال، فأنهي مكان بيحصل اختراق للسور بتاعي، عشان أقدر أسس البروبلم، عشان أقدر أعالجها. بعد كده عرف إن هو مش هيشتغل لوحده، فابتدى يحمس الناس اللي معاه للعمل.
ثم قلت لهم أنتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف أن أورشليم خربة وأبوابها قد أحرقت بالنار، فهلم فنبني سور أورشليم ولا نكن بعد عارا. وأخبرتهم عن يد إله الصالحة علي، وأيضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا لنقم ولنبني، وشددوا أيديهم للخير. الجزء الأولاني ما يشجعش حد إن هو يبتدي يشتغل. قال لهم إيه الهم اللي أنتوا فيه ده، وإيه العار اللي أنتوا فيه ده، الكلام ده ما يشجعش. والكلام ده أنا لو قلته لنفسي إيه العار اللي أنت فيه ده ما يشجعش، ولو قلت لأهل بيتي إيه اللي إحنا فيه ده، البيت سداح مداح وما فيش حاجة عليها كنترول، ده ما يشجعش. لكن هو ما اكتفاش بده، هو قال المشكلة الحقيقية ولكن أخبرهم عن يد الله الصالح والكلام اللي الملك قاله. قال لهم ده ربنا باركني، ربنا اداني، ربنا خلى الملك، الملك بعت معايا جوابات، الملك بعت معايا خشب زي ما انتوا شايفين للبنى، الملك مأيد اللي احنا بنعمله. فابتدوا يتشجعوا، شجعهم للعمل. محتاجين ان احنا نتمثل بنحامية في الموقف ده، ان احنا نشجع اللي معانا على البناء. مش كفاية ان احنا نعرف اللي احنا فيه دعار، ده حقيقة وقع، لكن مهم كمان ان احنا نتشجع للعمل، لان العمل جميل ونهاية العمل اجمل. طيب هيتساب نحامية؟ ما تسابش طبعا، قامت عليه المعارضة. لما سمع سنبلط اننا اخذونا في بناء السور غضب واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود، وتكلم امام اخواته وجيش السامرة وقال ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ وكان توبيا العموني بجانبه فقال إنما يبنون إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. ابتدى يبقى فيه تريقة، الثلاث دول بيرمزوا للشيطان، اللي هم سنبلط الحروني وتوبيا العبد العموني وجشم العربي، الثلاثة دول بيرمزوا للشيطان في القصة بتاعة نحمية. والأباء أحد الأباء يقول عنهم إن هم بيمثلوا شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة، أو أنواع حروب الشياطين اللي كان كلمنا عليها جون قبل كده. فعمل إيه بقى نحمية في الرد عليهم؟ قال لهم آية عظيمة اللي كلنا حافظينها، فجابتهم وقلت لهم إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وأما أنتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. نهى الكلام معاهم، لا سمع للتريقة ولا رد، لا ده أنا هبني والسور هيبقى جامد، ومع التريقة عليه بيقولوا ده لو تعلب طلع على السور ده هيهده، انت بتبني ايه، ده العملية مخوخة خالص، العملية السور ده مش مستحمل خالص، انت في حتة محتاجة اصلا تتشال قبل ما تترمم، وإلا هتحط حجارة جديدة على رماد هيقع. فرد عليهم رد قاطع، القصة مش في السور ومش فيا، القصة في إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، وإنتم ليس ليكم نصيب ولا حق ولا ذكر في أورشليم. وابتدى فعلا السور يطلع، فبنينا السور واتصل كل السور إلى نصفه، وكان للشعب قلب في العمل. بعد كده ابتدى بقى الشيطان أو سنبلط الحروني وتوبيا العبد العموني وجشم العربي ابتدوا يقولوا لا ده احنا هنحاربك، ده انت بتعمل تمرد، ده انت ما بتاش بقى الكلام تريقه، ابتدوا يقول لا احنا هنحارب. ولكن نحمية مكمل. فلما ابتدى اعلان الحرب ده سمعوا عنه، فابتدى يقول لهم ان هم ياخدوا سلاح ويقفوا على السور، ويقفوا على السور بالسلاح، جزء يقف بالسلاح وجزء يبني. ولما سمع اعداؤنا اننا قد عرفنا وابطل الله مشارتهم، رجعنا كلنا الى السور كل واحد الى شغله. ومن ذلك اليوم كان نصف غلمان يشتغلون في العمل، ونصفهم يمسكون الرماح والأطراس والقصي والدروع، والرؤساء وراء كل بيت يهودا. ابتدوا يقسموا الموضوع، وابتدى يبقى نحمية في حاجة جميلة قوي، إن هو ريزيلينت، هو فاهم إن فيه حرب، إن الشيطان مش هيسيبه، طالما بتعمل عمل الله الشيطان مش هيسيبه وهيحاربك. هيبتدي الأول يقولك انت نسيت انت كنت بتعمل ايه، نسيت انت كنت عايش ازاي، انت ابن ربنا، انت هتقدر تعمل كده، انت هتروح تخدم، انت هتمسك الخدمه دي، انت نسيت نفسك ولا ايه؟ ده الاول.
بعد كده لما تبتدي تاخد القرار ده ان انت انا هحفظ كلام الله وهعمل بيه علشان الله يرجع تاني في بيتي، الله يرجع تاني في اورشليم بتاعتي واسوار اورشليم تبنى وحينئذ الله يصر بذبائح البر، يبتدي الحرب تزيد. السور وصل للنص وابتدى نحمي يحتاج انه يغير الاستراتيجية، مش هينفع نبني بس، ده احنا لازم نبني ونحمي ويبقى فيه جزء بيبدل. ونحمية القائد العظيم، نحمية على فكرة له ملك ولا كاهن ولا نبي حتى، نحمية كان إنسان مسيحي صالح علماني ولكن على قلبه محبة الله وعلى قلبه عمل الله وعشان كده نجح. نكمل نقرأ. البنون على السورة بنوا وحاملوا الأحمال حملوا، باليد الواحدة يعملون العمل وبالأخرى يمسكون السلاح، وكان البانون يبنون وسيف كل واحد مربوط على جنبي وكان النافخ بالبوق بجانبي. حتى الناس اللي محتاجين الابن بقى اللي هم مش بيقدروا يشتغل بإيد واحدة، في ناس تحتاج تشيل بإيديها الاثنين، فدول ربطوا السيف على جنبهم علشان لو حصل حرب يكونوا مستعدين. حقيقة إنه التلاتة دول مفيش حد هجم فعلا، هما بس كلام بس كلام بس، لكن حقيقي مفيش هجوم. إبليس جبان وما يقدرش يهجم على عمل مصرح به من الله، مصرح به من الملك، مش أرتحشست الملك، من ملك الملوك ورب الأرباب. نحمية كمان كان في وسطهم، نحمية كان معاهم. نحمية كده يقول في الإنجيل إنه ما كانش بيغير الهدوم اللي عليه هو والعاملين معاه لأيام، وإيه ده بيسهروا ويناموا وناس تنام وناس تصحى. فقلت العظماء والولاة والبقية الشعب، العمل كثير ومتسع ونحن متفرقون على السور وبعيدون بعضنا عن بعض، فالمكان الذي تسمعون منه صوت البوق هناك تجتمعون إلينا، إلهنا يحارب عنا. تاني نحمية بيوجه عيونهم إنه مش شطارتنا ومش مهارتنا ومش السكيلز بتاعتنا اللي هتخلينا ننتصر، ولكن عشان نضمن الانتصار في المعركة لازم يبقى في دماغنا، لازم المايند سيت بتاعنا إن إلهنا يحارب عنا. فكنا نحن نعمل العمل وكان نصفهم يمسكون الرماح من طلوع الفجر إلى ظهور النجوم. عمل متواصل وشاق بس بيوصل في الآخر للكرامة، بيوصل في الآخر للنجاح، بيوصل في الآخر لحفظ الهوية والأمان والحفاظ على الهيكل. وبعد كده بيحصل النجاح، بيحصل السكسس. وكمل السور في 25 من أيلول في 52 يوم. فاكرين لما كنا بنتكلم انه قد ايه تقريبا ياخد السور ده؟ 4 كيلو 12 متر وعرض 2.5 متر. لما سمع كل اعدائنا وراى جميع الامم الذين حوالينا سقطوا كثيرا في اعين انفسهم. هم سقطوا في عين نفسهم، كانوا فاكرين ان هم يقدروا يمنعوا لكن ما قدروش، وعلموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل. تاني، علموا انه من قبل الهنا عمل هذا العمل. منظر السور وهو مبني غير خالص منظر أورشليم وأسوارها مهدومة. السور العالي والسور الحصين والسور اللي أبوابه محصنة بيحمي المدينة وبيحمي القلب اللي جواها. هنراجع بسرعة إيه البراكتيكال ليسنز اللي نقدر ناخدها من قصة نحمية عشان أقوم دلوقتي وأقول أنا لازم أبني الأسوار المنهدمة في حياتي. لازم أعمل إيه؟ في 10 خطوات سريعة كده هنمر عليها. أول حاجة we should care. نحمية cared much about the problem. لما سمع إن في مشكلة ما طنشهاش، ما قالش مش مهم، ما قالش من الناس كلها كده،
وانا مالي ان اللي عايشين فيها ما تحركوش، انا مالي، انا ايه اللي يخليني اروح اشوفها؟ ما قالش كده، ما قالش ما الناس كلها كده واعيش زي الناس، لا، انا لازم اسواري تبقى مبنيه، انا لازم احفظ الابواب ومصاريع الابواب. مصاريع دي اللي بتربس الباب علشان ما يبقاش فيه اي هجوم عليه، وتفتح تعمل كنترول في الوقت المظبوط للبضاعه المظبوطه، وتقفل في الوقت اللي مش مظبوط او لو في بضاعه مش مظبوطه. اهم حاجه we care, we need to care about our problems. لازم نعرف our problems when care about it. تاني حاجه لازم نصلي، لان العمل من غير صلاه مش هيتم. العمل بالدراع ما بيكملش وما بيتبركش، ما بيبقاش عمل حتى لو كان في ظاهره ناجح، ما بيتبركش وما بيكملش. الكتاب وتعليم الرسل بيقولوا لنا كده، العمل مع الله بيتبارك حتى لو كان قليل، حتى لو كان 5 خبزات و2 سمكتين بيتبارك وبينجح. فمحتاجين ان احنا نصلي اول حاجه، we should care, we must pray. ثالث حاجه we must plan. مرحله الاسسمنت دي كانت مهمه جدا، ان انا لازم اعمل بلان، هو انا ايه المشاكل اللي عندي، محتاج ان انا اتفرس بالاسوار المنهدمه والمحرقه، محتاج ابص واشوف المشاكل فين عشان اقدر اعمل بلان. انا ازاي هسد الثغره دي، انا ازاي هرمم البيت ده، انا ازاي هرمم الباب ده، في باب محروق، في باب شكله كويس لكن ملوش ترباس بيفوت. الانترنت مثلا احد الحاجات اللي محتاجه يكون عليها سور في بيتي وعلى اجهزتي كلها. رابع حاجه ignore the critics. ساعات كتير قوي بيجي نقد زي اللي حصل من صبالت وطوبيا وسوري وطوبه وجشم العربي. النقد ده لازم اطنشه خالص. حصل ان لو حصل ان حاميه ابتدى يرد عليهم او يثبت لهم هو بيعمل ايه، هيضيع وقته وطاقته. ساعات كتير الواحد لما يجي ياخد موقف صح في حياته، الناس تقول له انت يا عم انت هتتدروش، او مثلا حد يقرر مثلا ان هو يصوم مثلا صوم العذراء، وممكن يتواجه بقصه روحيه انه صيام العذراء ده مش موجود في الانجيل. يا عم الصيام ده موجود من زمان واحنا بنصومه، ده الناس بتصوم اكتر من صيام العذراء اساسا من حبها للعذراء. انا بعمل حاجه صح، انا ببني سور، انا بعلم ولادي الصيام. هو حد كان قال لي نحاميا يصوم؟ كان الصوم بتاع نحاميا ده موجود؟ لا، نحاميا قرر ان هو يصوم، ما كانش في حاجه بتقول له صوم، لكن نحاميا صام عشان بناء السور بتاعه. فمحتاجين ان احنا نجنور الكريتكس، نبعد عن اي حد بينقدنا واحنا بنعمل العمل الصح، لانه هننقد واحنا بنعمل الحاجه الصح. يا عم ما تتدروش، يا عم بطل تعمله ده، يا عم عيش زي بقيه الناس. ignore the critics، اهمل النقد ده خالص. we should care, we must pray, we must plan, ignore النقد. الحاجه الخامسه involve everyone. مهم قوي ان احنا واحنا بنبني سور البيت انه انفولف شريك حياتي، انفولف ولادي حتى كمان. احنا محتاجين نبني سور بيتنا، احنا محتاجين نبني سور كنيستنا، محتاجين نبني سور الخدمه بتاعتنا، محتاجين كلنا نشتغل مع بعض. كل واحد هيشتغل قدام بيته. البنا ابتدى بباب الضأن، وباب الضأن ده باب بيدخل منه الذبايح. مين اول ناس ابتدوا يبنوا علشان يكونوا قدوه لبقيه الشعب؟ الكهنة هم اللي ابتدوا يبنوا باب الضأن. وباب الضأن ده كمان من الابواب اللي كان فيها شغل كتير، بابين اتهدموا خالص، باب الضأن وباب السمك. بابين دول هدموا تماما، لان ما نقرا بعد كده الابواب الثانيه ترممت، لكن البابين دول كانوا مهدومين. فكان عمل كبير قوي، ولكن باب الضأن عمله الكهنه علشان يدوا leadership example، يعلموا بقيه الشعب القياده. فمين الكاهن في البيت؟ كاهن البيت عليه ان هو يبدا العمل، عليه ان هو يقود عمل البناء والباقي يمشي معاه. ولكن لازم ننفولف ايفري ون. مش هينفع نحامي لوحده يبني، مش هينفع لوحدك او مش هينفع لوحدك تبني،
طب وكل الناس كانت بتعرف تبني؟ لا، لكن الله أداهم نعمة. طب في بيوت ما كانش فيها مثلا رجال؟ كان في بيوت ما كانش فيها رجال، والإنجيل يذكر إن فلان وبناته كان في بنات بيشتغلوا في السور وبتشيل وبتبني وتعمل. الإنجيل وصلنا إن إحنا نكون رجالا، إن إحنا نكون كلنا. الوصية دي مش للرجالة بس على فكرة، الوصية دي لينا كلنا، إن إحنا نكون جد في حياتنا الروحية، إن إحنا نكون عندنا إيمان إن الله هيساعدنا حتى لو ما عندناش الطاقة، حتى لو إحنا فاكرين ما عندناش طاقة، لكن الله هيساعد إن إحنا نبني سور حياتنا الروحية ونأمن أورشليم بتاعتنا. Work even when others won't. تفتكروا في ناس ما اشتغلتش؟ ده في ناس كانت بتوصل الأخبار للناس اللي بره، ديت القبائل اللي بره اللي هو طوبيا وجشم العربي والناس دي، ولكن نحمية كم؟ حصل مشاكل داخلية؟ حصل مشاكل داخلية. حصل الناس قالت له احنا تعبنا ومش قادرين نبني؟ ده حقيقي حصل، لكن نحمية قال لهم لازم تقوموا، لازم تشتغلوا، لازم تدفعوا عن بلدكم وتدفعوا عن ولادكم وولادكم وبناتكم، وحمسهم تاني على العمل. بعد ما كانوا وصلوا النص السور خاروا وتعبوا شوية، وده عادي، لكن القائد نجحهم والقائد شجعهم والقائد قال لهم لازم نقوم ونبني. Be ready for the fight. ما بنقولش ان احنا نحارب، لكن نبقى جاهزين للحرب، لانه ابليس مش هيسيبك وانت بتبني اسوارك، ابليس مش هيسيبك وانت بتبني خدمتك، ابليس مش هيسيبك وانت بتحط اسوار لبيتك. فكون جاهز للحرب، ايد بتبني وايد تحمل السلاح. دايما السيف مربوط، دايما سيف الكلمه مربوط جنبي، الانجيل واستعدادي للحرب على طول. Growth takes hard work. العمل مش سهل. قالوا ان تعبوا وعرقوا وما كانوش بيغيروا الهدوم اللي عليهم، وكانوا بيشتغلوا من طلوع الشمس لظهور النجوم علشان نبني السور ونبنيه بسرعة ونأمن نفسنا. الموضوع مش موضوع إنجاز مشروع، الموضوع موضوع أمان سريع. عدم وجود سور معناها خطر كبير، الأخطار اتكلمنا عنها في الأول مش عايز أعيدها تاني، لكن العمل ده لازم يتم ويتم بسرعة. عشان يحصل جروث في السور ده هياخد شغل، لازم أكون مستعد للشغل ده ومستعد لشوية خسارة، ولكن أحسبها نفاية لأجل معرفة المسيح زي ما قال معلمنا بولس الرسول في فيليب. Solve internal problems. حصل مشاكل والناس لما كانت بتبني حصل ان هم سابوا المزارع بتاعتهم، فالناس الأغنياء ابتدوا يفرضوا عليهم ضرائب، وجم قالوا ان حامية احنا مش قادرين، احنا لا عارفين نزرع ونجيب والحقول بتاعتنا تعمل ولا عارفين نكمل البنى وتعبنا. We are so stressed. قال لهم لا مش هينفع كده. راح كلم كل الناس ديت قال لهم انتوا بتاخدوا ضرائب من اخواتكم، مفيش ربا تاني، وابتدى يحل المشاكل دي. ساعات احنا نحط ضغوط على نفسنا، احنا نعمل مشاكل ما بيننا وما بين بعض، مش بس من الشيطان، محتاج قائد حكيم يبتدي يشوف ازاي نحل المشاكل دي، ازاي ما نضغطش على بعض. محتاجين ان احنا نساعد بعض في رحلاتنا ديت واحنا بنبني السور. ما ينفعش نحط احمال على بعض، الدنيا بتحط علينا احمال، والشيطان حرب الشيطان كمان علينا كبيرة. احنا اخوات او احنا عيلة واحدة او احنا في خدمة واحدة، ما نحطش احمال على بعض، نساعد بعض علشان نقدر نشوف السور بيتبني ونأمن نفسنا ويبقى فيه كرامة لأولاد الله. آخر حاجة keep your focus. نحمية هو بيبني أربع مرات بعد ما عدوا نص السور وهم طالعين، أربع مرات يبعتوا له ويقولوا له انزل نتكلم، طوبيا وسنبلط يبعتوا له يقولوا له انزل نتكلم ونشوف إيه الحكاية، وهو يرد عليهم نفس الرد، أنا مش فاضي، أنا مش هتكلم. He was kept focused لحد ما خامس مرة بعتوا له تهديد، جواب تهديد نفس الرد، أنا مش فاضي، أنا بعمل عمل عظيم والله هيساعدني في إتمامه، أنا مش فاضي أتكلم معاكم. مهم قوي إن إحنا نو keep our focus. أول ما نقرر
ان احنا نبني اسوارنا مهم قوي, to keep our focus not to get distracted باي حاجه. راجع معاكم العشر نقط تاني. We should care, we must pray, we must plan, ignore the critics, involve everyone, work even when others won't, be ready for the fight, growth takes hard work, solve internal problems, keep your focus. وربنا المجد الدائم أبدين أمين. Get ready to build your wall. ربنا معاكم وتقدروا تبنوا أسواركم ونكون مجد كده, لو لا نكون مجد كأولاد الله ممجدين كده قدام العالم. ربنا المجد الدائم أمين. بنشكر جورج, ربنا يباركك حبيبي جورج, الكلمة رائعة. وفعلا احنا كلنا محتاجين ان احنا نرجع ونبني أسوار أورشليم, سواء أورشليم كانت قلبنا, حياتنا, أسرتنا, كنيستنا. ما أحوجنا اليومين دولت لان احنا فعلا نقوم ونبني, نبقى واثقين ان إله النجاح, إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده, نقوم ونبني. يا ربنا يدينا نعمة ان احنا نقوم ونبطل كسل وناخد الموضوع بجد, وكل كلمة سمعناها ناخدها كده على محمل الجد, لأن ربنا فعلا طالب كده. أشكرك مرة تانية جورج, وربنا يبارك خدمتك حبيبي. بنعمة ربنا الأسبوع الجاي هيبقى معانا أبونا جورج مخيل, وهيكلمنا عن موضوع الساعة وهو القلق. كتير فينا حاسس اليومين دولت بقلق وحاسس بتعب, فأعتقد أنه كان مناسب جداً أنه أبونا يجي يكلمنا على الموضوع دوت. إن شاء الله نشوفكم بنعمة ربنا الأسبوع الجاي. نصلي صلوة سريعة كده قبل ونختم بيها. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. ربنا وإلهنا مخلص نفوسنا يسوع المسيح, يا سيد بنشكرك على محبتك, بنشكرك يا رب لأنك إلهنا الصالح, بنشكرك يا رب لأن احنا منقوشين على كفك وأسوارنا أمامك دائماً, لأن هو ده وعدك يا رب. أنت قلت على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يهدؤون طول النهار وطول الليل. يا ذاكر الرب أرجوك يا رب خلينا نحن نقوم ونبني أسوار أورشليم. ادينا النعمة دي وادينا القوة وادينا أن احنا نكون بإيد بنبني والإيد التانية تحمل السلاح, قادرين ندافع عن نفوسنا وعن بيوتنا وعن كنيستنا. ادينا النعمة دي يا رب, ووحدنا وخلينا نتجمع كلنا حوالين اسمك ونرفع أسوارنا يا رب علشان مجدك يظهر في بيتك, لأجل خاطر العذراء مريم أم النور, رئيس الملائكة ميخائيل, كل التغامات السمائية, شفيع أسرتنا البابا أثناسيوس, وشفيع كنيستنا مريموروس الرسول. اسمعنا يا رجاء أقطار الأرض كلها لما نصرخ إليك يا رب بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات, تقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض, خبزنا كفافنا, أعطينا اليوم, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير, بالمسيح يسوع ربنا, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ربنا معاكم ونشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.